قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب Bu konuda ne diyor?